طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من الموقع بوست: حقوق الإنسان تحمل الحوثيين مسؤولية وفاة الصحفي أنور الركن. ومن صحيفة الأيام: تتحدث عن طلاب في عدن تراجع تحصيلهم الدراسي بعد الحربة. ومن الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية تدعو الصليب الأحمر لإعادة الموظفين ومواصلة العمل الإنساني. أهلا بكم. ما تزال قضية موت الصحفي أنور الركن الذي قضى عقب خروجه من معتقلات ميليشيات الحوثي في تعز تتصدر الأخبار، حيث عنون الموقع بوست: وزارة حقوق الإنسان تحمل الحوثيين مسؤولية التعذيب الذي أودى بحياة الصحفي أنور الركن. وقال الموقع أن وزارة حقوق الإنسان تابعت واقعة وفاة الصحفي الركن بعد يومين من إطلاق سراحه من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الصالح بتعز، حيث ظل مخفيا قسريا لأكثر من عام. وأضاف بيان الوزارة: بحسب بلاغ الأسرة الصحفي أو أسرة الصحفي أنور الركن والطبيب الشرعي، فقد استلمت، يقول الدكتور، جسد الصحفي في آخر رمق، توفي بعدها بيومين إثر تعرضه للتعذيب الوحشي والتنكيل المريع، ما أثار صدمة في الوسط الصحفي والحقوقي. وأشار البيان إلى أن المعلومات الأولية التي توصلت لها الوزارة بأن الصحفي أنور الركن تعرض للتجويع الشديد في سجون الميليشيا، علاوة على المعاملة غير الإنسانية المخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية والشرائع السماوية. صلاح القاعدي أحد الصحفيين المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي بدون تهمة، وقد تمكن من التحدث إلى والدته قبل أيام عبر الهاتف، وعاشت والدته فرحة غامرة بمجرد سماع صوت ابنها لدقائق. وقد كتب أخو المعتقل عبد الباسط القاعدي مقالا عبر فيه عن تلك اللحظات وتلك السعادة. ما قالوا يا ابني من أجل صلاح؟ سؤال أمي المتكرر والموجع الذي لم أجد له إجابة، أحاول طمأنتها باستمرار وبأنك ستعانقها يوما ما، فتذرف دمعة متبوعة بشحرجة وصوت مخنوق. تردد أمي على مسامعي دوما أننا معها في كل وقت وحين، وأنها لا تنساك ولا تنسانا جميعا حتى في أحلامها. أنا بعيد عن أمي وأبي أيضا، وهذا وجع إضافي لهما. تقول لي أمي ويقول لي أبي أيضا إنهما يشفقان علي ويعتبران أنني في حكم المختطف، فمثلما لا يقدران على الوصول إليك يا صلاح، فقد حالت المسافات بيننا والسبب واحد. قبل أسبوع تحديدا، ظهر الجمعة قبل الماضية، اتصلت بأمي فردت علي بصوت مليء بالفرح، فعرفت أن الأمر مرتبط بك يا صلاح، فمنذ مدة وصوتها منكسر وغائر وحزين. قلت لها خيرا إن شاء الله، فردت لقد سمحوا لصلاح بالاتصال بنا. كنت أتخيلها فراشة في ضوء تحلق عاليا بأجنحة من نور. أخبرتني أنها حين سمعت صوتك يا صلاح أطلقت زغردة طويلة شقت سكون القرية. أثق أن من يوجع قلب أمي فنهايته وخيمة، وقد أوجعها الحوثي بالفعل وأوجع قلوب أمهات اليمنيين جميعا. سمحوا لصلاح بإجراء اتصال يتيم بأمه وأبيه منذ 3 سنوات، ومنعوهما أكثر من مرة من زيارته. ظل والدي الضرير يتوكأ بأعرجته وشيخوخته شوارع صنعاء ذهابا وإيابا طيلة 3 أشهر، يتوسل من يعرف ومن لا يعرف للتوسط لدى الحوثيين للسماح له بزيارة صلاح، ولكن دون جدوى. ظهرت في اللون الأخيرة التي أعقبت حرب 2015 كثير من السلوكيات وتصرفات غير الطبيعية على أبناء العاصمة عدن، لا سيما في صفوف الأطفال والشباب. هذا ما يقوله تقرير نشرته صحيفة الأيام بعنوان: تداعيات ما بعد حرب الحوثي لعدن، قصص مأساوية أبرز ضحاياها الأطفال. وينقل التقرير عن مديرة ثانوية باكثير للبنات المعلمة انتصار السقاف قولها إن للحرب العديد من التداعيات التي بدت بوضوح على تصرفات غير الطبيعية لدى الكثير من الطالبات، منها حالة الحزن الواضحة من نظراتهن لما حولهن وظهور التوتر والعصبية في تعاملاتهن
وقلة التركيز وعدم الاستيعاب للدروس وكذا عدم احترامهن لمن يكبرونهن سنا. وأوضحت في حديثها لتقرير الأيام الذي أعدته نوارة قمندان عن وجود حالات تحطم نفسي لبعض الفتيات ممن يتراوح أعمارهن ما بين 16 إلى 18 بسبب فقدانهن لأحد أفراد أسرهن كالآباء أو الإخوة وغيرهم من الأقارب جراء الحربة. وكيلة مدرسة الصديق والمدربة بمنظمة اليونسف نرمين محمد قاسم قالت لي الصحيفة إن من أبرز أسباب التدني العلمي يعود إلى تهدم منازلهم أو إعاقة أحد زملائهم في المدرسة. موقع المشاهد نت يعنون حول واحدة من الجرائم التي يذهب ضحيتها يمني في المهجر، وعنون الموقع مقتل مغترب يمني في ولاية منهاتن الأمريكية. وقال الموقع قتل المغترب اليمني في أمريكا باسم أحمد ليبي من مدينة عدن في حادثة سطو مسلح في محل تجاري يمتلكه في حي منهاتن بمدينة نيويورك. وقال مصدر في الجالية اليمنية في نيويورك للمشاهد أن مسلحين مجهولين اقتحموا محل المغترب اليمني بداعي السرقة وأطلقوا عليه رصاصاتهم وسلبوا مبالغ مالية من المحل التجاري ولاذوا بالفرار. ويتابع الموقع تكررت في الأونة الأخيرة حوادث القتل بحق المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم الجناة من اللصوص وعصابات المافيا المنتشرة في البلاد. شجرته والاستبداد وغابته، تحت هذا العنوان كتب الأردني خيري منصور مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا في أجزاء من المقال: هناك أمثلة لا تحصى عن نهايات المستبدين التي لم تضع حدا لنهاية الاستبداد، لأن استبدال شهاب الدين بأخيه لن يغير المشهد بقدر ما يكون تواطؤا مؤقتا لحجب الحقيقة. فالمستبدون على اختلاف الأسماء والألقاب هم من إفراز ثقافة استبدادية تتأسس على الاحتكار والإقصاء. وهناك من يصف المستبد أو الفاسد بالبثور التي تظهر على الجلد، لهذا فالعلاج إذا اقتصر على المرئي والسطحي لا رجاء منه، لأن الاستبداد يتناسل وله ميراث ينتقل من جيل إلى جيل. وعلى سبيل المثال كتب الكثير عن الاستبداد الستاليني أو ما سمي عبادة الفرد، لكن هناك من الباحثين من تجاوزوا الشخصنة إلى المفاهيم المجردة فكتبوا عن الستالينية وليس عن ستالين، لأن ستالين هو شجرة التي حجبت غابة من المفاهيم ومكونات الأيديولوجيا التي تتأقلم مع الأشواق النرجسية لبشر لديهم تصور بأنهم من طينة أخرى وليسوا من البشر الفانين. لهذا يتسلل وهم المعصومية لديهم، فهم ملهمون ولا يخطئون، ولهم وحدهم الحق في القول وما على الآخرين إلا ترديد الصدى كالببغاء الذي وصفها أحمد شوقي بقوله إن عقلها في أذنيها. والفارق بين رؤى جدلية للتاريخ وأخرى أفقية هو أن الرؤى الجدلية لا تفصل بين الغابة والشجرة وتستطيع أن ترى الاثنتين معا، لكن بالبصيرة وليس بالبصر فقط، تماما كما أن نهر الزمن الذي قال عنه هيراقليطس لا يقطع مرتين، يمكن قطعه مرارا لكن بأدوات وأساليب أخرى غير الحسية والمباشرة. والإبداع بحد ذاته محاولة لتحقيق مثل هذا الحلم، وروايات من طراز البحث عن الزمن الضائع لبروست أو رباعية الإسكندرية لداريل هي محاولات لقطع النهر مرة أخرى من خلال ما يتحقق من عبقرية المزاوجة بين الخيال والذاكرة. الطائرات المقاتلة تحوم حول رأسه وفوق مدينته، ومنذ 3 أعوام وهو ينظر نحوها ويتطلع لأن يصبح يوما ما قائد طائرة، وفقا لعنوان موقع ارفع صوتك نقلا عن طفل يمني قوله: أمنيتي أن أصبح طيارا. وقال الموقع الطفل اليمني غيث الدبعي تلميذ في الصف الثاني الأساسي يقف في باحة مدرسته وسط العاصمة صنعاء، يقول غيث: أكثر شيء أحبه في المدرسة هو أنني ألتقي بأصدقائي وأتنافس معهم في التحصيل الدراسي، أريد أن أتفوق على الجميع، حصلت على المركز الثاني بين زملائي في الصف الدراسي الأول هذا العام، أنا سعيد بهذا التفوق. ويضيف الصغير ذو 8 أعوام: أخبرت معلمتي أنني أريد أن أصبح في المستقبل مهندسا أو طيارا، وأتمنى أيضا في المستقبل أن أساعد الأطفال الفقراء في استكمال دراستهم
وألا أشاهد أطفال يتسولون أو يعملون في الشوارع. ويتابع غيث: قبل أكثر من عام نزحنا مع والدي إلى صنعاء بسبب الحرب الدائرة في تعز. والدي أصيب بشظية مدفعية سقطت جوار منزلنا في تعز ومكث مريضا في البيت لمدة 8 أشهر. عانينا كثيرا في التنقل من منزل إلى آخر بصنعاء، لكننا نحمد الله. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. عبرت المنظمات الدولية عن قلقها بشأن الوضع الإنساني في اليمن وتأثيره بمعركة الحديدة على الساحل الغربي. وعلى الرغم من كل هذا القلق الإنساني، إلا أنه لم يحل دون إعلان مركز غسيل الكلى في مديرية باجل التابعة للحديدة أنه سيتوقف، وذلك وفقا لصحيفة العرب الجديد والتي قالت إن المركز سيتوقف عن العمل خلال أيام نتيجة نفاذ كميات محاليل الغسيل التي توفرها تبرعات فاعلي الخير لا المنظمات الدولية. وقالت الصحيفة: يظهر هنا التناقض بين تعبير المنظمات عن القلق في أوقات محددة مرتبطة بالتصعيد العسكري تجاه الحديدة في وقت يموت فيه الناس تحت نظرها على الدوام. وتضيف العربي الجديد: الحديدة تستقبل قرابة 70% من المواد الغذائية الداخلة لليمن بما فيها المساعدات الإنسانية، وكان إجمالي ما استقبلته خلال الربع الأول من العام الحالي يصل إلى ضعف ما دخل اليمن من هذه المواد عبر ميناءي عدن والمكلا وعبر المنافذ البرية اليمنية الأخرى، لكن هذا لم يمنع توسع المآسي الحقيقية والمجاعة في تهامة أعلى مناطق اليمن في معدلات الفقر. ردا على قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر سحب أكثر من 70 عاملا من موظفيها في اليمن بسبب التهديدات والمخاطر الأمنية، دعت الحكومة اليمنية الشرعية اللجنة الدولية إلى إعادة الموظفين ومواصلة نشاطها الإنساني وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. فقد جاءت الدعوة الحكومية على لسان وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، نظرا إلى الظروف الإنسانية التي تمر بها بلاده في الوقت الحالي والحاجة الماسة إلى وجود المنظمات الإغاثية والإنسانية. وأكد فتح التزام الحكومة الشرعية بجميع القوانين الدولية والإنسانية ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الإنساني، وقال إن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم والتعاون والمساندة والتسهيل لعمل المنظمات الدولية وحريصة على أن تقوم المنظمات بكل أعمالها. وحمل الوزير فتح الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن وضع العراقيل أمام عمل المنظمات الإنسانية واختطاف العاملين في المجال الإغاثي والإنساني والتدخل في أعمال المنظمات ومواصلة التهديد والمضايقات للموظفين في المنظمات الإغاثية. وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مضايقة المنظمات الدولية واختطاف العاملين في هذا المجال، وهي المتمردة على قرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي والقوانين الإنسانية. هل قمة سنغافورة منذرة بالفشل مسبقا؟ يتساءل فريد كابلان في مقاله المعاد ترجمته ونشره في صحيفة الغد ويحاول الإجابة. قدم اثنان من أبرز خبراء الشأن الكوري في الولايات المتحدة شهادتهما أمام لجنة فرعية لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، وإذا كان ما يقولانه صحيحا فإن من المرجح أن تكون القمة المقبلة بين الرئيس ترامب والرئيس كيم جونغ أون إما قاتمة الأفق أو غير ذات صلة.
قال المسؤولان السابقان إن القمة التي من المقرر عقدها في 12 من حزيران في سنغافورة لن تحقق النجاح إلا إذا وافق كيم على تفكيك كامل أسلحته النووية خلال فترة زمنية محددة، وإذا قدم في غضون ذلك قائمة شاملة بالأسلحة النووية والصواريخ والمواد الانشطارية والمختبرات وغيرها من المرافق النووية في كوريا الشمالية، وسمح للمفتشين الدوليين بالتحقق من ادعاءاته، وشددوا على أن هذا البند يجب أن يكون الخطوة الأولى، وعلى أن الولايات المتحدة يجب أن لا تكون ملزمة باتخاذ أي إجراءات في المقابل مثل رفع العقوبات أو تقديم ضمانات أمنية إلى أن تبدأ عملية التحقق. وعلى حد تعبير أحدهم فإنه من دون أن نعرف ما لديهم كيف سنتفاوض. ومع ذلك قال الشاهدان أيضا أنهما يشككان كثيرا في أن كيم سيوافق على عمل أي من هذه الأشياء. وقال الآخر أن السرد القومي الكامل لكيم يستند إلى صورة القوة إلى الادعاء بأن الرئيس الأمريكي يلتقي به لأن كوريا الشمالية أصبحت الآن قوة نووية، وبذلك فإن الفكرة القائلة أن كيم سيتخلى عن أساس قوته في اجتماع القمة تناقض مع هذا السرد. كما قال إنه نظراً لطبيعة نظام كوريا الشمالية فإن كيم سيشعر دائماً بعدم الأمان، ولذلك لن يتخلى أبداً عن أسلحته النووية بالكامل. من موقع 21 عربي نطالع خبراً منوعاً حول القمة المزمع عقدها بعد غد بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. قبيل القمة شبيهات ترامب وكيم يتجولان بسنغافورة. وقال الموقع أن وسائل إعلام أمريكية بثت فيديو يظهر رجلين شبيهين إلى حد كبير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون وهما يتجولان في سنغافورة. وأظهر فيديو بثته شبكة NBC الأمريكية شبيهي ترامب وكيم وهما يتجولان في مركز تجاري بسنغافورة قبيل القمة المرتقبة بين الزعيمين. وكان وزير الخارجية السنغافوري في فيان بالاكريشنان أعلن عن إتمام التحضيرات اللازمة للقمة التاريخية التي ستجمع بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية الثلاثاء المقبل. وأضاف الوزير أنه زار كوريا الشمالية لتجنب وقوع أمر طارئ مؤكدا أن كل شيء جاهز من أجل القمة، وأشار إلى أن واشنطن وبيونغ يانغ مرتاحتان حيال الترتيبات التي أجريت من أجل القمة وأنهما ستسعيان لإنهاء المشاكل القائمة بين البلدين منذ 7 عقود. قتل 99 شخصا على الأقل وما زال نحو 200 في عداد المفقودين جراء ثوران بركان فويغو على بعد 40 كيلومتر جنوبية غرب العاصمة الغواتمالية، وتعمل خدمات الطوارئ وعمال الإنقاذ بحثا عن ناجين بعد أن ضربت الحمم البركانية بلدات واقعة قرب البركان، و تظهر الصور حجم الكارثة التي حلت بالمناطق القريبة من البركان، وقد نشرتها شبكة BBC نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. هذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.